طيب مثل ما يعني بحياة غسان أكو محمد السالم اللي طاق أول دفعة، أنت أكو اسم أعتقد هو هم طاق هاي الدفعة، ماهر أحمد. تحياتنا لأستاذي وحبيبي. شنو قصتك ويا ماهر أحمد؟ ماهر أحمد أنا أشوف كل بداية فنان أنه يحب يوقع عقده، فأنا كانت عدة شركات عرضت علي أنه وقع عقد، كنت متخوف صراحة، قناة الرماس ونصرت وكذا وكذا. فإلى أن وصلت الماهر أحمد شفته إنسان متواضع، إنسان بسيط، ما عنده شغلة دغش وكذا، فوقعت وياه. صراحة فضلني على هواي مطربين عنده، يعني سوى الأول ديو أنا وياه اللي هي تجيبوا لي من الصورة في اليوم، هم أخذت صدى بالليل أول ما نزلت. بعدين إلى أن وصلنا موضوع أنه خلص لازم نفسخ، لأنه ماهر تجه على غير شركات إنتاج وكذا، فأرادت تصير بيع مال عقود وكذا. فالرجل صراحة بقد ما يحبني قال طيب إنه تريد تبقى يا راح تتأذى تحرر يعني، أي فلازم تفصل. وهاي ما صار لي أشهر الموضوع إنك تسكت وياه، رغم صار لك سنين وياه. بالضبط صار لي خمس سنوات، يعني صار لي تقريبا ست أشهر أقل من فسخت. زانية يعني حتى الناس تفهم أكثر وأني هم أفهم أكثر، هي موضوع العقود حاليا شنو؟ قبل أتذكر إنه كانت القناة تصور وتسجل المغني ويعني تقريبا متكفله بكل شيء وتاخذ نسبه من شغل الليل. الموضوع هذا بعد هسه لو اختلف بس زاد عن حده. شنو السلبي يعني؟ يعني صار وعود كاذبه، يوعدك انه انا بالسنه اسوي لك فد 3-4 فيديو كليبات والشغل علي، وانا اطلعك حفلات تخرج، وانا اطلعك حفلات مطاعم، وانت هاي السنه تظل تسدد وانا كذا. وليش ما تتكاتبون على عدد الكليبات ضمن العقد انه لازم تسوي لي 4 كليبات مثلا بالسنه؟ اوكي. والحفلات هو يريد انا مني، يريد مني شغل. ايش قد بالمية ياخذون عموما من الشركات؟ حسب. يعني اكو ناس بالاسبوع، انا اعرف ناس بالاسبوع ينطون 1000-2000. زين هو هذا المطرب شنو يريد يشتغل؟ على هذا الكم الهائل مال المطربين ماكو شغل. يعني قبل كانوا معدودين على اصابع اللي يشتغلون بالنوادي والحفلات والكذا، هسه ماكو مطربين كثرت. صحيح. وينزلون باي سعر فاذوا اللي قبلهم. فصار شغل ماكو. فيضطر المطرب يتجه لشركات انتاج، ومثل ما قلت لك ماكو مصداقيه بالموضوع. اليوم اعتقد يعني انتم معتمدين على نفسكم بهالفتره حاليا صرتوا. الحمد لله. افضل واحد يشتغل ويا شركه لو يشتغل وحده؟ لا يشتغل وحده بس يكون ينتج لنفسه يعني، مو بس جيب الفلوس ياخذ لي سياره. صح. يكون ينتج لنفسه يعني. شوف اذا واحد شلون يعرف انه هاي الاغنيه راح تنجح او ما تنجح؟ يعني هل اكو فد مقياس معين او مستحيل واحد يعرفه؟ لا حسب، بس اكو اغاني هي نازله وضربت ورا سنة. صح. حسب ما تعرف. ما تنحزر. مو ما تنحزر حتى طبعا. نجوم كبار اعتقد مرات ينزلون اغاني تخفى ما تعرف ما على قول الطيف. يعني اكو اغاني تنزل ورا سنة. قيس شام اغنيته قبل 8 سنوات شو مسوي لي؟ شو مسوي لك هسه ضربت.